أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس تنتخب، والبداية من الموجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. وجه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بالملاحقة القانونية لكل من يصغ إمكانات الدولة للتأثير في خيارة الناخب والعمل على منع أي حالة ابتزاز. السوداني خلال ترأسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد على ضرورة التحقق من التقارير التي تفيد بوجود محاولات لاستغلال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في عملية توزيع بطاقة الناخبين ومحاسبة المتورطين بذلك. إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات توزيع أكثر من 50% من البطاقات البيومترية. المفوضية في بيان أكدت أن عدد الشكاوى التي تسلمتها حتى الآن وصل إلى ما يقارب أكثر من 50 شكوى، تم تنبيه عدد من المرشحين حيث قاموا برفع التجاوزات الخاصة بالدعاية الانتخابية. كما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بضرورة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الانتخابات. الشمري في اجتماع له للإطلاع على الواجبات الأمنية وجه بتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاستحقاق الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 من كانون الأول. من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم وفق القانون مع أي محاولة لتعكير الأجواء الانتخابية. قيادة العمليات في بيان أوضحت أنها منذ أكثر من 3 أشهر تقوم بالاستعداد للانتخابات من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وتم إعداد خطة أمنية خاصة بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها اللجان للمراكز الانتخابية. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا في هذه الحلقة، كل من المرشح عن قائمة ابشر يا عراق السيد رشيد عيدان فريح البديري. حياكم الله أستاذ رشيد، وأيضا أرحب بالمرشح عن ائتلاف دولة القانون السيد عباس وزير ثابت العطواني. أهلا وسهلا بجناكم. وآخر ضيوفي المرشح عن تحالف نبني السيد عبد الله محمد الوائلي العنزي. حياكم الله وضيوفي جميعا، أحييكم، وأيضا أبدي حواري بأبرز ما يميز المرشحين الآن هو برامجهم الانتخابية، وأحب أتعرف على برامج حضراتكم، وأبدأ معك أستاذ رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء تحية لكم ولقناتكم المباركة وأيضا لمشاهدين هذه القناة. بالتأكيد اليوم نخوض غمار الانتخابات المحلية، و أكيد يعني نحن انبثقنا من كيانات سياسية مهمة. أنا من مرشحين الإشراء أبشر يا عراق رقم 2، ونطمح لأن تكون المرحلة القادمة ومن يصل إلى هذا الموقع أنه يكون في خدمة الناس. الكثير من الأمور اللي هي تتعلق بالبرامج اللي طموحة التي نتمنى أن نحققها لأبنائنا، هو اليوم تحدي الوظائف كبير، تحدي الدولة وتحدي الحكومات المحلية. وبالتأكيد اليوم أيضا من خلال التوظيف لازم نبحث عن مصادر اقتصادية جديدة اللي هي تكون دعم القطاع الخاص والاستثمار. مهم جدا أنه إحنا كحكومات محلية أن نساهم بشكل جدي وفعلي بتطوير القطاع الخاص والذهاب إلى الاستثمار باعتباره هو يعني راح نسولف تفصيلا خلال الحلقه بهذه المواضيع. خليني انتقل لاستاذ عباس وايضا اسال نبذه عن برنامجكم الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشكر اذاعتكم الموقره لتحت هذه الفرصه. ابتداء
الرحمة على روح على أرواح شهدائنا في غزة والشفاء العاجل إلى شهدائنا إلى الجرحى. إحنا طبعاً كل ائتلاف أو كتلة سياسية لديها برنامج انتخابي يعني واثقة بالعمل به وواثقة على تحقيقه، وإحنا طبعاً أصبحت عندنا تجارب من خلال الحكومات المتعاقبة بأنه لا يجوز لا يمكن بناء الوطن إلا من خلال رفض الصناعة الوطنية والزراعة، من خلال فتح المصانع أو خطوط إنتاج جديدة أو تكنولوجيا جديدة حتى نرفع من مستوى المعيشي لشعبنا العراقي. طيب لك السؤال أستاذ عبد الله، وأيضا نبدأ عن برنامجكم الانتخابي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جزيلا وأشكر قناة الأيام على هذه الفرصة اللي سنحتها لنا نلقي آراءنا وآراء الناخبين اللي بعدين يصير الحديث عنهم. أنا برنامج الانتخابي أنه أنا رشحت لمجلس المحافظة، أولا مجلس المحافظة هو تشريعي رقابي يراقب عمل دوائر الدولة اللي موجودة، بس أهم نقطة أنه قضاء حوائج الناس، من تقضي حاجة الناس وإلا الجسور وإلا المستشفيات أي شيء اللي يتبيها، رغما على الحكومة المحلية يجب أن نعرف أنه شنو رأي المجلس المحافظة، شنو الأشياء اللي يريدها، يعني يريدها الناس الناخب شي يريد من عندنا، هذه رغما علينا نسويها، بس أكو قضايا تتدخل في قضية المواطن لازم نذلل ونسهل قضية المواطن، شنو اللي يريده؟ يستحصل حقه من الدولة، يعني هو ما يقدر ياخذ حقه من الدولة، ممكن أنت تتدخل في استحصال حقه من الدولة. فأنا أعتبر اللحمة الرئيسية اللي الإنسان أو المرشح اللي يقدم عليها هي قضاء حوائج الناس، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما، يعني إذا تقدر تسويها وما سويتها أنه ترجع عليك. طيب. فأنا برنامج الانتخابي أنه قضاء حوائج الناس. طيب. والسعي في حوائجهم. خلينا أن ننتقل أيضا لأستاذ رشيد، بما أنه حضرتك عن محافظة واسط ومرشح عن قائمة أبشري عراق، لنشوف هذا التقرير عن المحافظة ونعود بعد قليل. عندنا تقرير آخر من محافظة بغداد نستعرض لحضراتكم أستاذ عباس. Thank you.
وبما أنه حضراتكم أستاذ عبد الله مرشح عن محافظة كربلاء، أيضا لدينا تقرير عن محافظة كربلاء. إذن بعد أن اطلعنا على التقارير الخاصة بمحافظاتكم اللي مرشحين عنها، أستاذ رشيد عن محافظة واسط وأستاذ عباس عن بغداد وحضراتكم أستاذ عبد الله عن محافظة كربلاء المقدسة، ننتقل لفقرة جديدة هي فقرة الإجابة بدقيقتين عن كل سؤال لحضراتكم تخصص الإجابة وفوق هذه الدقيقتين. والسؤال اللي راح يكون أولي هو تحقيق الوعود للمواطن. أستاذ رشيد، شلون بدقيقتين اليوم تقنع المواطن أنه يتجه لصناديق الاقتراع بناء على حملتك الانتخابية؟ باعتبار أنه اليوم العراق يعيش الحالة الديمقراطية، بالتأكيد اليوم النظام الديمقراطي بالعالم حقق تنميات كبيرة، لاحظ أنه في أوروبا، في دول شرق آسيا، فالعراق من هذه الدول، ربما من الدول القلائل هي بالشرق الأوسط هي ديمقراطية متوازنة، وتحتاج إلى أنه الناخب يبحث عن مصالحه بعيدا عن كل الأمور الأخرى. من خلال الديمقراطية يستطيع المواطن إذا أحسن الاختيار وهو قادر على إيصال الأناس القادرين على إدارة الملف الخدمي، ملف الملفات الأخرى، بالتأكيد اليوم دعوة لكل المواطنين أنه يحسنون الاختيار، وهم مسؤولون تماما عن المخرجات الانتخابات، وهذه المسؤولية تتطلب أن يكون المواطن واسطي، بالتأكيد أنا باعتبار من واسط، على مستوى عالي من الخبرة بناسه وبالمرشحين، حتى يكون هناك لدينا مجلس اليوم واسط من المحافظات المهمة، واسط تمتلك مساحات كبيرة من فيما يخص الجانب الزراعي، عندها أكثر من 3 ملايين دونم صالحة للزراعة، واسط يعني يقتطعها نهر دجلة بحدود 330 كيلومتر من حدود بغداد إلى حدودنا مع ميسان، واسط محافظة نفطية، واسط أيضا تمتلك مشاريع زراعية كبيرة، وأيضا هي محافظة حدودية مع الجمهورية الإسلامية وتحادد حوالي 7 محافظات، كل هذا واسط مؤهلة لأن تكون هناك تنمية حقيقية إذا أديرت بشكل ممتاز من أناس يحملون هم الوطن ويحملون هم المحافظة، وبالتأكيد هو كل ما يتعلق بعملية التنمية راح توفر لنا سوق العمل، راح يكون هناك سوق عمل ممتاز لكل شبابنا حتى نتخلص من عملية التوظيف الحكومي المرهقة اليوم للدولة. اليوم احنا ندعو من خلالكم، من خلال قناتكم، انه ندعو مواطنينا الى انه يختارون اناسهم بشكل صحيح حتى يسألون ويكون هناك المسؤول ايضا مسائل من جمهوره. طيب الانتقال لك استاذ عباس، وفيما يتعلق بالوعود والشعارات والحملات الانتخابية، شلون تقدر اليوم تقنع ناخب يتجه لصناديق الاقتراع ويتجه لبرنامجك الانتخابي؟ نعم، احنا طبعا حديثي العهد على الممارسات الديمقراطية، لكن هاي خلال هذه الفترة من 2003 لحد الآن المواطن أصبح عنده إدراك ووعي تقريبا يوصل إلى 80% من اختيار المرشحين الأكفاء. فهاي المرحلة أنتجت يعني إنسان واعي يتقدم للانتخابات بعقل ومفهومية، وهو يعرف يشخص
المرشح. ليش؟ من خلال التجارب اللي صارت، يعني الناس اكو انتخبت قبل مسألة عشوائية ينتخبوه وبعدين يطلع هو مو كفو، يعني مو يعني شلون الشخص المناسب في المكان المناسب. وعليهم ان على المرشحين، على المرشحين ان ينظروا الى تاريخ كل مرشح، تاريخه وش قدم خلال هاي السنين خلال التغيير، ويتخذون القرار الصائب اتجاه المرشح، حتى تكون عندنا عمليه انتخابيه سلسه وبها نتائج ايجابيه تخدم مجتمعنا. اذا انتقل لك استاذ عبد الله، شنو اللي تقدمه اليوم حتى الناس تنتخبك؟ طبعا التقرير اللي هسه لاحظته انه عندي يعني فد اشياء عليه، اذا ممكن انه خلال البرنامج نجاوب عليه. نعم. بس افضل طريقه للمرشح انه الصدق مع الله. من اصلح سريرته مع الله اصلح الله علانيته مع الناس. سيره المرشح هاي الفتره كلها اذا كان متسلم مناصب قياديه، شنو كان الموضوع؟ شنو بعائلته؟ بمنطقته؟ شنو الاشياء اللي مثلا تشوفون عنه؟ فاذا كان مؤمن وطيب ويخدم الناس فهنيئا له. هو اللي عليه يطرح نفسه، احنا ما جايين انه انا اريد اصير، انا ما يشرفني عضو مجلس المحافظه اذا ما كان بي خدمه للناس. شو اسوي بها؟ ما اريد هالشيء هذا، بس اكو فد قضيه انه مثلا يجب معالجتها. هسه احنا من نروح نثقف الناخبين يقول لك كلكم مو زينين، يعمم لانه عنده تعميم. زين انا شو احكي وياه؟ لانه حارق ورقتي المرشح القبلي. يعني احكي بمالات الله، اللي يعرفني يعرفني. احكي بمالات الله يقول هذا كلاوتشي، ماكو يريد يستاكد بي الدين. طيب. زين؟ احكي بالوعود يقول كذب. زين؟ احكي بالقضايا المو زينه ما اعرف احكي قضايا مو زينه. ماكو افضل من الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون تاريخك ويعرفون ترتيبك ويعرفوك وهذا. ظلت الحقد والحسد والكذا، هذا الحسد والحقد موجود في كل شيء. بس انت اصلح نفسك مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين الناس. هي احنا اللي نقدم نفسنا، وبعدين الناس هي اللي حر تختار من تختار، احنا اللي علينا امام الله نأدي. وهو تاريخنا معروف وان شاء الله معروف. اذا بعدنا فقره الدقيقتين، وبما انه كان الجواب الاول لاستاذ رشيد، المره نبدي من حضرتك استاذ عبد الله. ومشاكل كثيرة في مجالس المحافظات وأيضا في المحافظات نفسها، خدمية غير خدمية. نعم. فبأي لجنة تشوف حضرتك ممكن أن تؤدي دور مجلس محافظة كربلاء في حال حصلت الفوز؟ أنا بالنسبة لي كشكول أينما أكون أبدع. ليش؟ لأنه عندي لازم قرارات تنفيذية وتشريعية. بس أنا اللي أقول أنه مجلس المحافظة هو رقابي تشريعي بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومع مجلس النواب. فأنت لا تجي المرشح تسوي لهم وعود، أنا أسوي لكم كذا، أسوي كل كذب. هذا بس شيء واحد، أنه مجلس المحافظة غصباً عليه يبني جسر، غصباً عليه يسوي الطريق، غصباً عليه يسوي مدرسة، غصباً عليه يسوي مركز شرطة. بس أنه أنا شلون أقضي حاجة الناس؟ شلون إذا واحد عنده مظلوم مظلومية يقول لك أنا ما لي شغلة بذني، أنا لي علاقة إنه أنا كمظلوم تعال خلصني. أكو جهة أخرى هي اللي تأثر علي. أنت شلون تناغم هاي المشاعر مع البناء بحيث تحفظ شخصية الناخب وتكون أنت سباق؟ لأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول كونوا لنا دعاة صامتين بأخلاقنا، إحنا بأخلاقنا خلي نكسب الناس. الناس بعد إنهم ولذلك تشوف عزوف عن الناخبين. ايش وقت يعني متخابر فلان يقول له انا مرشح، يقول له والله انا ما اريد الترشيح بس لانه انت رشحت انا اصير. طيب. فاذا مصداقيه، احنا نفقد المصداقيه. اذا المصداقيه زين شلون؟ السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه يقول من منا من عرضت عليه دنيا هارون ولم يقتل موسى بن جعفر؟ المؤمن هو الذي ينظر الى الواقع الفاسد فيغيره ولا يتغير به. اين هم المؤمنين بالاصلاح؟ ليش ما يتصدون للقضايا الزينه؟ خليه يتصدون. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فأنا أشوف سيرة المرشح والتوكل على الله أهم صفة لانتخابه. أستاذ عباس لك السؤال، وأي لجنة تشوف نفسك بها قادرة على تقديم الخدمات وليش؟ أنا طبعا ناشط نقابي، رئيس نقابة عامة العمال الميكانيك المطابع والطاقة والتعدين، وعندي مناصب أيضا بالوطن العربي مناصب قيادية. أنا عملي
التصقت منذ التغيير 2003 التصقت بالتنظيم النقابي، فعملنا بالتنظيم النقابي هو الدفاع عن حقوق العمال من كافة الأوجه، وخصوصا المناطق الصناعية اللي يعني قدمت لها خدمات من خلال يعني المراجعات لأمانة بغداد، لأن هي أمانة بغداد هي المسؤولة عن هذا الجانب الخدمي، يعني مثل الإسالة، المجاري، التبليط، غير هذا. فمن ذاك الوقت أنا أعمل بهذا الجانب المناطق الصناعية بمعاونة المديريات البلديات اللي موجودة بمحافظة بغداد. فالجانب الخدمي اللي تركز هو طبعاً كل الجوانب مهمة، الجانب التعليمي مهم، الجانب العاطلين عن العمل والخريجين جانب مهم، الجانب السكني جدا مهم، الجانب الاقتصادي جدا مهم، لكن احنا نشوف هي هاي كلها تعتبر خدمات، كلها خدمات. فالانسان اللي يبدع بمكان يقدر بامكانه ان يبدع بمكان اخر، ولو يعني يجب ان يفضل عن ضمن اختصاصه يعني. اذا استاذ رشيد، مشاكل الوسط هواية وما تخلص، فبأي لجنة تشوف نفسك قادر على تقديم الخدمة للواسط؟ من خلال خبرتنا بالعمل التنفيذي لمدة طويلة، يعني أعتقد هناك ثلاث لجان مهمة يعني ممكن أفضل واحدة على الأخرى، اللي هي الاستثمار واللجنة الزراعية ولجنة الخدمات، باعتبار أنه اليوم يعني توجه الدولة، سواء الدول المركزية، الدولة المركزية والحكومة المركزية أو الحكومات المحلية باتجاه الاستثمار، أجد أنه نفسي في العمل في لجنة الاستثمار مهم جدا، لأنه ليس فقط يحقق تنمية إنما يحقق أيضا وظائف كبرى للمواطنين. وأيضا اللجنة الزراعية لجنة مهمة باعتبار أنها واسط من أفضل المحافظات، الآن لعاشر سنة هي تتصدر المحافظات بالحبوب الاستراتيجية، وهي يعني مدينة زراعية تشكل حوالي أكثر من 50% يشكل منها الريف، ولدينا مشاريع مهمة جدا، مشاريع زراعية، ودعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح هو مهمة وطنية ليست فقط على المجلس المحافظة، إنما أيضا هو مهمة وطنية من خلال الحكومة المركزية، وذلك أجد نفسي في أيضا هذه اللجنة المهمة. بالإضافة إلى لجنة الخدمات، باعتبار أنا عملت كثيرا بالعمل التنفيذي، و العراق ما كان هناك قبل 2003 بخدمات تذكر، لكن بعد 2003 صارت هناك، بدت عمليات المجاري، ما مجاري، هذه الخدمات اللي ما كانت عندنا مجاري اصلا في كل محافظاتنا الجنوبيه على الاقل. اليوم هناك تطور كبير، هناك يعني هناك اكو خدمات، ليس طموحنا وما كان هو هذا الطموح، ولكن ان شاء الله المستقبل والمجلس القادم راح يحقق هذه النتيجه من خلال اختياره لحكومة وإدارة جديدة للمحافظة تحقق الخطط المرسومة لها اللي هي راح ممكن صادق عليها مجلس المحافظة. إذن أستاذ عبد الله، نعم، أشرت لموضوع الخدمات وقضاء حاجة الناس، لكن تحديدا في ملف الخدمات شنو اللي راح تقدموه؟ الخدمات هي عامة، خدمات بلدية، خصوصا خدمات البلدية، هنالك ممكن تفعيل قضية الاستثمار فيما يخص معمل تدوير النفايات، فيما يخص انه مقاولين على هالاساس هذا انه هم يتكلفون هاي القضيه نتيجه معمل تدوير النفايات اللي موجود. والا عضو مجلس المحافظه شو يريد يسوي اذا اكو فساد؟ شو يريد يسوي؟ المهم انه هو رقابي ويحاسب الدوائر اللي موجوده. بس اكو قضيه انه خدمات عده، مو بس بالبلديه، خدمات عامه للمواطن. يعني المواطن شو يريد؟ يقول لك انت كدوله تواجبك انه هاي تنظيف الشوارع وكذا، لازم تخليها في اطار صحيح مرتب في سبيل تقضي على هاي الحاله، وهي تقضي يعني البلديه ساعدت في كربلاء جدا زينه ممتازه، طيب. ماكو فد مشكله. طيب. واكو حتى احنا، بس انا اشير، انا اتحدد بالاشياء اللي مثلا تصير عندكم، عندي هواي انه على مود قضيه كربلاء. يعني عندك دقيقة المتجاوزة. تقريبا تتكلم بها عن موضوع الخدمات، ويمكن نعم. تشمل حتى العشوائيات وغيرها. العشوائيات بالنسبة لنا احنا انه هجرة كربلاء هجرة عليها، يعني هسه بالتقرير طلع انه 1,350,000، يعني هسه تقريبا كربلاء 4.5 او الى 4 ملايين،
هاي الهجرة هجرة صحية، ماكو مشكلة، لأنه هاي راح توجد فرص العمل، راح تعيش الناس، راح ماكو فد مشكلة بيها، بس يجب تقنينها. أنت لا تجعل التجاوز سبب للضغط عليهم في سبيل انتخابيا. أنت ليش عايفهم هيك؟ يعني عايفهم هسه وكذا، من تجي الانتخابات تسوي وعود. أنت عالج مشكلة العشوائيات، هواي علاج، بس أكثر السياسيين اللي يروحون للقضية العشوائيات يخلوها مادة انتخابية دسمة لأجل أنه حصول على الأصوات. طيب. وإلا هي المفروض أنه هذول أبنائنا وناسنا وأهلنا، فلازم أنه تقوم بهم بالواجب، حتى لو أكو بدائل هواي موجودة سأشرح إذا تباعاً إذا خلصت إن شاء الله. إذن خلينا ننتقل لأستاذ عباس، رؤيتكم تطويركم لملف الخدمات خاصة في العاصمة بغداد. طبعاً العاصمة بغداد هي عاصمة تاريخية ترقى إلى أهم بلدان الدول المتقدمة، لكنه إحنا منذ التغيير من 2003 لحد الآن لم نرى أي إعمار أو يعني يعتبر مثل الترقية هنا وهناك. ليس هناك خطط استراتيجية بعيدة المدى لتطوير المدينة ولبناء مثل جسور أو أنفاق وما شابه ذلك، لأن النفوس قاعد تزيد والتخطيط العمراني القديم مالها انتهى على الدهر والشرب، فيجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي يرقى مستوى بغداد إلى مستوى الطموح. إذن بدقيقتين أستاذ رشيد، فيما يتعلق بملف الخدمات وواسط أشرت أنه سابقاً ما كانت بها خدمات ولا مجاري وما إلى ذلك، ومشى الشغل ببطء بعد 2003، فالتركة ثقيلة عليكم، شلون راح تتعاملون ويا هذا الملف؟ تأكيد ملف الخدمات ملف مهم جداً، وأيضاً ما العائق العوائق المهمة اللي هي تواجه ملف الخدمات هو الموازنات الضعيفة للمحافظات. هناك موازنات، يعني هو ليست فقط تبليط وأرصفة، نحتاج إلى جسور، يعني اليوم واسط محافظة يقطعها نهر دجلة 330 كيلومتر، هذا كله يحتاج إلى جسور حتى نربط بعض المدن ببعضها. وملف الخدمات أيضا تواجه مسألة العشوائيات اللي حدثت بعد 2003، يعني هذا الهجرة من المدينة إلى الريف، وأيضا التحول اللي صار بعد ما 2014 هم صارت خلقت لنا مشكلة، تحولت كثير من المناطق اللي هي مديالة من بغداد من يعني إلى واسط، فأثقل مدننا بعشوائيات كبيرة. هاي العشوائيات عالجها قرار 320، قرار 320 من القرارات المهمة اللي اليوم المحافظة تشتغل عليها، وإن شاء الله أيضا بالمرحلة اللاحقة أيضا راح يكون هناك عمل بهذا الاتجاه وتعزيز هذا القانون، هو راح هذا يعني أولا يملك هذه الدور المشيدة للمواطنين، وبعد ذلك تكون هناك خطط ل تطوير وتنمية هذه العشوائيات. احنا لدينا عشوائيات كبيرة يعني في واسط عندنا حوالي 3 مناطق عشوائية مهمة، يجب ان نتخلص من هذا الموضوع يعني من خلال تطبيق قانون القرار 320 امان العام للوزراء. ايضا اليوم الخدمات تحتاج الى جهد كبير في سبيل انه احنا واسط من المحافظات هي ترانزيت بين بغداد والمحافظات الجنوبية. ايضا عندنا طريق بغداد مهم جدا انه نطوره. احنا ايضا منفذ حدودي عندنا طريق دولي مع الجمهوريه الاسلاميه، وهذا يحتاج الى ان نطور المنفذ حتى تكون واجهه العراق، باعتباره ليست واجهه واسط انما هو واجهه العراقيين جميعا. وكثير من الامور اللي عندنا، مثلا نطور خدمات السياحه عندنا بالمحافظه، في واسط عندنا اكثر من 400 موقع اثري، عندنا موقعين لأهوار مهمة جدا. هذا يمكن سؤالي اللاحق راح يخدمنا بهذا الجانب، بجانب السياحة وغيرها، لكن خلينا ننتقل لفقرة جديدة وهي صورة وتعليق، وأسمع تعليق حضراتكم على هذه الصورة أو فهمكم إلها. هذه تتعلق بالقطاع الخاص اللي هو واحدة من الملفات المهمة واللي بها مشاكل عديدة. سؤالي لك أستاذ عبد الله، معالجتكم وخططكم التطويرية فيما يتعلق بالقطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا رافد مهم من بناء الدولة، بس لازم يحكمه بقانون. القانون اللي موجود مثلا القطاع الخاص يعطيه كل الأشياء اللي
تطور من عمله، لازم دعم، لازم كذا. وفعلا القطاع الخاص اهم انا اعتبره. ليش؟ لانه يصير رديف لموظفي الدوله. يعني اذا كان القطاع الخاص يعني نسبه الانجاز 90% فتجي للدوله تشوفه مثلا 30%، هنا ضبط يكون بي، هنا محاسبه يكون بي، هنا لا بالنسبه للدوله ما يكون ضبط ولا محاسبه، بتشتغل محسوبيات وتشتغل كذا. بس بما انه قطاع خاص، القطاع خاص بالعكس يكون اولا الربح التجاري له وهو يعمل وبراحته هو يسوي القوانين، بس كنظام العمل او كنظام اللي موجود مثلا بالدوله لازم يخضع للدوله، وفي نفس الوقت يكون حرص المستثمر على هاي القضيه القطاع الخاص كودي يسويها بشيء، مو مثلا مثل ما انه قانون الاستثمار. طيب. مثلا قانون الاستثمار انت اقل شيء لازم اقرب قانون الاستثمار انه الوحده السكنيه 65 مليون وعلى لا يزيد على 120، زين ليش ما تحاسب انت ابو الاستثمار؟ ليش ما تحاسب المستثمر اللي يجي؟ ليش يبيع 60 دفتر 70 دفتر 80 دفتر؟ هسه هاي اللي موجوده ببغداد. اذا يراد لها قانون ويراد لها محاسبه. من الذي يحاسب هذا الامر؟ يحاسب عضو مجلس المحافظه. يحاسبه لانه رقابي عليه وتشريعي. التشريعي والله ما لنا علاقه به، لانه ممكن القضايا البسيطه تصير هنا، بس اكو قضايا لازم ترفع لمجلس لازم الواقع. ترفع لمجلس النواب، بس هنا رقابي اجي احاسب انا احاسب اقول له تعال انت على اساس انه انت تكون لا تقل عن 65 ولا تزيد على 120، انت تبيعها هنا ب 300 دفتر 500 مليون 600 مليون، وين جهه الاستثمار المراقبه بهذا الامر؟ اذا هنا الخلل. فلذلك انه الخاص يكون مراقبه شديده من الدوله ومن هيئه النزاهه. طيب. في سبيل تشوف شنو الخلل اللي موجود، والا انا ادعمها القطاع الخاص. يعني ولو استاذ عبد الله من محافظه كربلاء لكن اشار لموضوع الاستثمار في بغداد، خلينا بموضوع القطاع الخاص وخططكم الى استاذ عباس. طبعا القطاع الخاص مهم في عمليه البناء والعمارة بكل البلدان العالم. لكنه القطاع الخاص مهمش عندنا الى ابعد الحد 100%، لان انا هذا يعني انا عايشه، انا تابع العمال بالمصانع وبالمعامل. اولا اي دعم ما اكو من الدوله للقطاع الخاص، مثلا من ناحيه الكهرباء، ثانيا من ناحيه الغاز، هذا كله ياثر على هامش الربح للشركات يعني الدوله مستحيل اي انا اقعد ويا مدراء مفوضين يعني لهم الله يعني ما قاعد يشتغلون شغل يعني ازيد المعامل. هسه عندنا معامل بالشركات اللي كانت شركات معروفه، مثل شركه الهلال كل واحد يتذكرها، شركه الهلال، شركه الثلاجات، شركه الصناعات الالكترونيه اللي كان تلفزيون السيد وغيره، يعني كان المواطن يلزم سره وبالواسطه يلا ياخذها. طيب. صحيح ولا لا؟ هسه العمال قاعدين بالبيوت وينطونهم نص راتب لانه الشركات كلها ما تشتغل، واحنا صار من 2003 لحد الان وين الدعم؟ ماكو دعم. فهذا القطاع لازم الدوله او الحكومات، اي حكومه تاتي يجب ان تضع ثقلها بالقطاع الخاص، لان احنا القطاع العام قاعد يتهيكل، مجرد يعني بطاله مقنعه وما ماكو اي انتاج به كل معاملها وشركاتها الا القليل. يعني الاعتماد وين يكون؟ على القطاع الخاص. القطاع اذا ما دعم الدوله وتسيطر على الاستيراد العشوائي وتضبط التقيس والسيطره النوعيه، وما يكون عندنا القطاع الخاص يعني ينتهي. وهو هسه الطريقه اللي انتهى شيئا فشيئا، يعني انا المساله اعرف لها. فاللي غافلين عنه السياسيين وكل الاحزاب وكلها غافلين عن القطاع، ما ادري شنو يعني. فالسياسه لا هي سياسه راس ماليه، لا هي احنا سياسه الدوله تنعرف، لا هي سياسه طيب. اشتراكيه، ولا هي سياسه الاقتصاد الاسلامي. خلينا نشوف استاذ رشيد ورايه بهذا الموضوع. كنا نسولف قبل شويه بموضوع الاستثمار ربما وتفعيل السياحه في واسط، الى دور القطاع الخاص تبحثون هذا الموضوع ضمن اولوياتكم، خاصه انه انتم في قائمه تدعم الصناعة الوطنية في مشروعها. طبعا القطاع الخاص هو حكم قانون الاستثمار العراقي، قانون مهم جدا وحيوي. نعم هناك ضرورة من المشرع العراقي انه يغير بعض التفاصيل حتى يكون هناك مرونة عالية بعملية الاستثمار، لكن عموم يعني رأس المال هو
جبان يعني، باعتبار انت لازم تخليه في بيئه امنه حتى يطمئن، خصوصا الاستثمار الاجنبي. يعني احنا نريد ندخل الاستثمار الاجنبي فضلا عن الاستثمار العراقي باعتبار هو موجود. هذا شيء حكمه انه لازم احنا نتطور بقضيه الجانب المصرفي والبنوك، هذا ايضا مهم جدا لان يكون هناك المستثمر عنده يعني عنده حصانه باعتبار حتى يحصل على امواله. ايضا فيما يخص يعني الترفع عن البحث، انه من لانه بعض المستثمرين يواجهون مشكله يعني الكوميشنات، انه ان يصل الامر الى انه انت تهدد الاستثمار وتهدد راس المال بانه انت تاخذ من عنده مبالغ وهو جايب لك المبالغ الى المحافظه. التحدي الاخر والمهم هو عمليه بنك الاراضي. طيب. يعني فيما يخص الاراضي وزارة الماليه مقيده لعمل الاستثمار تماما. يعني الان ما نواجهه كما يعني عن تجربه، يعني احنا اليوم في واسط عندنا راح نعلن ان شاء الله، انا ضمن البرنامج الحكومي ايضا عضو البرنامج الحكومي، انه راح نعلن مدينه صناعيه ب 5000 دونم في منطقه جصان، بالاضافه الى عندنا 400 دونم اللي هو منطقه حره بين العراق والجمهوريه الاسلاميه، لانه مهمه جدا يوفر يعني اعمال كبيره لسوق العمل على الاقل. وبالاضافه الى الصناعه الوطنيه راح تكون هناك تتطور، هذه باعتبار المدينه الصناعيه هي راح تكون يعني صديقه للبيئه. كل إذن فتحت لي مجال انه من هاي النقطه نستعرض الصوره الثانيه واسمع تعليقكم عنها، واللي هي ملف الصناعه. استاذ رشيد، صورتنا هنا تتعلق بملف الصناعه. اذا استكمالا للقطاع الخاص عندنا ملف الصناعه. ملف الصناعه مهم جدا. احنا عندنا نسيج واسط، نسيج الكوت معروف يعني من المعامل المهمه اللي كان يعمل به اكثر من 5000 عامل. هذا المعمل حول مع الاسف الغي كانه مديريه عامه شركه العفو، وحول الى شركه الجلود، اصبحت شركه. طيب. واحده. هذا مهم جدا ان شاء الله نعمل عليه انه احنا يعاد العمل به. هو ينتج ملابس عسكريه، ينتج ملابس مدنيه، فانيلات، من افضل الفانيلات الجورب العراقي هو كان من نسيج الكوت. يجب اعاده العمل بهذا. ايضا عندنا معمل معجون من افضل المعامل عندنا بالعراق، ومعمل معجون العمانيه، وايضا عندنا معمل السوس اللي هو ماده السوس اللي مهمه جدا، ممكن انه تصدر الى خارج العراق، وهو يعني محافظتنا باعتبار محافظه مياه ويكثر بها هذه الماده. اكيد يعني الجانب السياحي مهم جدا. احنا عندنا هور شويشه من افضل الاهوار اللي نشترك. طيب. مع الديوانيه به، هذا ممكن يكون معلم سياحي. لكن اشرت للمعامل وانتاجات هذه المعامل، عندنا تنقصنا شويه ثقافه شراء المنتوج المحلي، هذا ايضا يقع على عاتقكم. هذا تحدي. خطه الى هذا تحدي، انه اليوم مثلا وزاره الداخليه وزاره الدفاع بدل ما تستورد بيريه بنفس المواصفات تستورد بيريه من الخارج، هنا ب 5000 بيريه، لكن مع الاسف الاخوان في وزاره الدفاع ما اعرف يعني عندهم ليش يستوردون. يعني هذا الاستيراد يفترض انه يعني من خلالكم ومن خلال قناتكم نوجه رساله للحكومه المركزيه انه هناك حدود 3 مليار مبالغ يعني نتيجه او قصدي كمنتوج محلي او منتوج محلي. طيب. بمعمل نسيج يكون وزاره الدفاع تشتري ملابس عسكريه، احذيه ايضا، وبيريات. البيريه يشتروها من خارج العراق ربما اكثر من 30 دولار. هاي على مستوى مؤسسات الدولة، خلينا نسولف على مستوى المواطن اليوم يروح يشتري منتج عراقي لو يشتري مستورد. مستوى المواطن يجب ان يكون هناك ماركتينج لهذا المعمل. طيب. احنا بلغناهم الاخوان بالمعمل نسيج الكوت، قالوا احنا اصبحنا الان مو شركة، قلنا لهم ممكن نسوي مول قريب لانه ساحات كبيرة. طيب. ويصير هناك مول تابع لوزارة الصناعة وتابع لهذا المعمل، ويعرض منتوجاته، ومنتوجاته هي فاخرة جدا، ويستخدم القطن يعني ما بي اي مواد اضافيه، وهذا مهم جدا. يعني اليوم القطاع الخاص مثل ما ذكرنا يحتاج الى تفعيل. مو احنا عندنا قانون مهم جدا، مثلا الموافقات اللي هي 15 دائره، القانون يقول 15 يوم اذا لم تاتي الموافقه يكون في حكم صادره الموافقه، لكن نجد ان هناك مشاريع وخصوصا في الوزارات اللي هي تعيقنا كثيرا في بغداد سنتين وهو من لم يحصل على موافقات. فكحكومات قادمة إن شاء الله وكعضو مجلس محافظة وكمجلس محافظة راح نعمل على تذليل العقبات وكل ما يتعلق بإعاقة عملية الاستثمار والصناعة الوطنية في المحافظة. إذن أستاذ عباس، سؤالنا لكم مشابه، وكل أسئلتنا طبعا موحدة بالحلقة. ملف الصناعة في بغداد
كان هناك حديث سابق على إنشاء مدينة إدارية، مدينة صناعية ملئت قبل قليل مثل ما ذكرت بساحات استثمار بنى سكنية، ولليوم ما تحقق شيء من ملف الصناعة ببغداد. شلون راح تتعاملون وياه؟ طبعا هو اكو مشاريع، مثل اكو مشاريع صناعية، مناطق صناعية يعني على غرار كسر وعطش والبياع، مثل بمدينة النهروان، وهذه صايرة بها دراسة كاملة، واحنا اتحاد نقابات العمال في العراق عضو بها، انا عضو بها اللجنة، ومن المالية ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اكو تخطيط، وواضعين الأسس كاملة جاهزة، لكنه هاي صار تقريبا 4 سنوات 5 سنوات متروكة على جانب، ما نعرف السبب شنو. يعني بناء مصانع، يعني منطقة صناعية طيب. جاهزة، هاي واحدة. وأحب أنوه على مسألة دعم الصناعة، يعني مسألة شوية مهمة جدا. عندنا مثلا إحنا مطابع بغداد، عندنا تقريبا يعني 4,000-3,000 مطبع، مطابع الحكومة قاعد طبع الملازم الدراسية والكتب الدراسية كلها يطبعونها نعم. بالخارج بالأردن. هذه أول يعني إحنا عندنا هنا يعني مطابع جديدة ومتطورة، والضاهي الصناعة بالخارج، فليش يدزوها هناك؟ وهسه سووا قرار جديد، خلوا أكو مطابع بالحكومة ينطون هاي المناهج الدراسية، ويعطون شيء ضئيل جدا جدا للمطابع للقطاع الخاص. هذا أولا راح تكثر من البطالة، احنا ذا شغلنا هاي المطابع راح تقلل من البطالة، من الخريجين تعينون بيها، فهذا سبب من أسباب الدعم. هذا جانب أو نموذج من النموذج، نعم، لكن أكو خطط أكثر من هذا فيما يتعلق بالصناعة وملف الصناعة؟ طبعا مثلا أكو عندنا ولو بغير محافظات، احنا عندنا لكن الهم واحد في كل المحافظات. طبعا هسه مثل عندنا معمل الحديد والصلب، معمل السكر بميسان، هاي المعامل الجماعة الأستاذ يعرفوها، هذه يجب إعادتها وتنفيذ وتفعيلها بخطوط حديثة، خطوط متطورة تكنولوجيا، حتى نمتص الزخم اللي موجود من الخريجين من العاطلين عن العمل، ونقدر نبني بلدنا. احنا كل شيء متوفر عندنا. شوف اهم مميزات الاقتصاد الناجح هو وفرة الأيدي العاملة موجودة عندنا، الموارد الطبيعية موجودة عندنا، الخبرات موجودة عندنا، الأموال موجودة عندنا. احنا بلد يكون منتج ومنتج ويوصل الى مراحل متقدمة، لكنه ماكو اصرار وارادة لهذا العمل. واسأل الله ان شاء الله التوفيق للفائزين ان يمشون بهذا الاتجاه. استاذ عبد الله، راح تكتفون بالسياحة الدينية بكربلاء وتعرفون معامل تعليب كربلاء عليها مشاكل وبقية الصناعات؟ نعم. فشنو خططكم لملف الصناعة؟ بالنسبة لقضية الصناعة، سأنا أضرب لك مثال فيما يخص قضية الاستثمار، أو أرجع على قضية الصناعة. محمد الشاعر السوداني من أجل كربلاء افتتح معمل مال الدواجن، يعني ممتاز، هو جيد، أشوي البيض من 6 صار ب7. زين، لمن هذا الاستثمار؟ الشعب أنت، هل أنه محاربة الفقير؟ محاربة القضية يراد لها مسؤول سبع ومجاهد ونزيه، حتى وإن كلف ذلك حياته. إذا عدنا هتشي مسؤولين أنه حتى وإن كلف ذلك حياته ينجح. ليش؟ لأنه يا اللي جيبه ما يقدر أنه يصبر أمام المادة كلها بيها فساد. خلينا بملف الصناعة، شلون راح تشتغلون عليه بمحافظة كربلاء؟ قضية الصناعة عندنا العتبة الحسينية والعباسية لها دور مهم في قضية الدواجن، قضية أنه يبقى هذا اسمه شغل عتبات، لكن في مسؤولية مجلس محافظة شلون راح تتعاملون؟ فيما يخص مسؤولية يجب التوزيع العادل للثروة. شلون يعني؟ يعني أولا إذا مثلا العائلة مثلا بها 10 أو 20 أو كذا، إحنا نمكن أنه نرتبها في الترتيب صحيح. أكو مظلومية مثلا إحنا نعالجها، ماكو مظلومية إحنا نروح نشوف شنو الأشياء اللي تصير فيما يخص الرعاية الاجتماعية. يعني هسه اضرب لك مثال، اكو مثلا عائله اجتماعيه
قسم من عندهم ينطوا 1000، 2000، 3000، 4000 وباقي ما ينطي، تتبع الاحزاب والكتل اللي موجوده. طيب هسه احنا 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 ما لنا علاقه بهذا الامر، بس لنا علاقه انه قضيه الصناعه، شلون انه انا اطورها واجذب اليد العامله إلها. يعني مثلا معمل تعليب كربلاء لحد الان عليه مشاكل، رغم انه لو يتنفذ وكذا، بس لا يحول معمل تعليب كربلاء الى يقال العهد على الراوي انه مجمعات سكنيه. وهذا ما يصير مجمعات سكنيه في داخل المدينه، مجمعات سكنيه تروح لغير زين، هذا ايش قد راح ينباع والمن الوارد؟ زين اكو انه قضيه الاستثمار وقضيه انه انا لما اريد اسوي مشروع، هذا المشروع سويته واعلنته على الورق الجوز ما تنفذ. هواي اكو قرارات هسه اخذوها بس ماكو تنفيذ. يعني انه يقول لك انا خلنا استفاد من الاموال واستفاد من الضريبه واستفاد من الجمرك اللي يجي عن طريق الاستثمار. الاستثمار لو يلتزمه يعني ناس مجاهدين انا اقول لك ينجح الاستثمار وتنجح الصناعه. ليش انه القضيه شو الصناعه تسد المنتوج العام، يعني الطماطه تسد بس من ايران، سديت الحدود التاجر العراقي بحب 3000 دينار. الناس قاموا صحيح معودين جيبوا فتحوا الحدود، فتحوا الحدود صارت بربع دينار. زين هذا الخلل وين؟ انا اقول اكو مؤامره كبيره على الاقتصاد العراقي لتدميره. طيب تدمير الاقتصاد العراقي بكافه يعني الاشياء. احنا مو جلسه تحليل بقدر ما نبحث مقترحاتكم وبرامجكم الانتخابيه لحل هذه المشاكل. فملف الصناعه بكربلاء ضمن اولوياتكم ام لا؟ ايه ضمن اولوياتنا، بس تعطيها الناس مشهودتها بالنزاهه ووفق تخطيط صحيح واخذ عليه التزامات. لانه انا اسوي مشروع هسه صناعه بس ما انفذه، استفاد منين؟ استفاد من الاشياء اللي تجي من الخارج. انا المفروض انت كعضو مجلس محافظه، كان مثلا اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا انه عضو مجلس محافظه، اتابعه اقول له تعال انت شنو اللي سويت؟ شنو منجزاتك؟ شنو الاشياء اللي سويتها؟ ايش تاخذ انت؟ المميزات اللي لك شنو؟ المواطن ايش قد مشغل ايدي عامله؟ لازم تحاسبه هنا، ياخذ القضيه وما يحاسب، والا هواي مشاريع احنا ما ندري بها. يعني هواي هسه في قضيه كربلاء، انه هسه كربلاء رغم انه التخطيط الحاصل وكذا، بس احنا ما ندري مشاريع شنو اللي موجوده في كربلاء حتى يعني ندعمها. المفروض حضراتكم تدرون استاذ عباس. وخلينا ننتقل لاخر فقره بهذه الحلقه وهي منح دقيقة لحضراتكم توجهون بها رسائلكم للكاميرا لجمهوركم أو التعقيب على واحدة من الفقرات اللي ذكرناها خلال الحلقة، وأبدأ منك أستاذ عبد الله. نعم، أدعو أهالي كربلاء المقدسة إلى انتخاب الأصلح والأحسن واللي مشهودت له بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك، واللي مجرب في قضايا أخرى، في قضاء حوائج الناس، مساعدتهم، تقديم الخدمة لهم، ينتخبون الأصلح والأكفأ واللي إلهم دراية به. والأهم شيء أنه نزيه، أهم شيء أنه ما يعوف بيته من هذا، ما يغلق تليفونه. أنا أقول أنه هذا أفضل شيء، أنه الإنسان مجرب، إحنا ما لنا علاقة بالمجرب لا يجرب، هاي غير بها أشياء، بس أنا أقول أنه الإنسان المؤمن النزيه اللي مجرب بالقضايا الزينة هو يجب أن ينتخب. ابتعدوا عن الحزازية والمسؤولية والكذا، انتخبوا الشخص المؤمن الطيب اللي عندكم نزاهة أو عندكم كفاءة إله. إذا ما خليني أنتقل لأستاذ عباس والدقيقة إليك. أنا طبعا أدعو كل المواطنين بمدينة بغداد التوجه لانتخاب من هو الأفضل ومن هو الأكفأ في عمله، وأنتم أصحاب تجربة مع كل مرشحين، كل واحد يعني كل المرشحين معروفين، وأنتم وسائل الإعلام موجودة وكل واحد عمله موجود، وانتخبوا الإنسان اللي 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 خادم الناس، اللي مقدم خدمة للناس، اللي مضحي للناس، هذا واجب. أما هي ديمقراطية يعني هو ماكو إجبار بالانتخاب، أما لكنه أنت تكلف المرشح بما تريده أنت حتى يحقق لك أهدافك كمواطن وأهداف البلد كبلد يعني. شكرا.
إذن الدقيقة الأخيرة لك أستاذ رشيد، وإما تعقيب أو رسالة للجمهور. أنا رسالتي تختلف، رسالتي إلى الحكومة المركزية أنه اليوم قطاع النقل بالعراق يحتاج إلى إعادة نظر. اليوم أيضا التنمية المستدامة والأهداف التنمية المستدامة للسبعة عشر يفترض أنه هنفكر بها جديا باعتبار هذا مستقبل وحقوق الأجيال القادمة، إعطاء فرص أكبر وإعطاء صلاحيات أكبر بنقل الوظائف والاختصاصات للمحافظات حتى تقوم بدورها. اليوم المحافظات عندها مشاريع كبيرة، أيضا عندها إيرادات محلية كبيرة، هذه الإيرادات المحلية أعتقد من الأسلم أنه تكون بيد المحافظات لا تذهب الوزارات حتى تنتج مشاريع للمواطن. وأيضا أدعو المواطن أنه يبحث عن أناس قادرين على إدارة المحافظة في المستقبل ولديهم خبرة، أكيد الخبرات لها دور كبير في معالجة كثير من المشاكل اللي هي اليوم مشاكل كبيرة في العراق وفي واسط خصوصا. إذن شكرا لكم أساتذتنا أستاذ رشيد وأستاذ عباس وأستاذ عبد الله، كل التوفيق لكم في قادم الأيام وفي خوض الانتخابات المحلية. شكرا لضيوفي ومشاهدينا، وإلى لقاء آخر. شكرا لكم. شكرا.